هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا. مرحبا بكم، مرحبا بكم انتم والأطفال اللي يشاهدوا فينا كذلك، مرحبا بكم. الرادو والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة مثل. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيدة نوبي مهيدي جميلة ولدت إذا عمو يزيد دار هذه الأغنية الجميلة هذه اللي نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم، ما عليكم إلى توجهوا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار شارك في حصتنا ولا على زرار ملاحظات وآراء. سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا نضموا مع عمو يزيد.